عين داخل كواليس مسلسل الدخول في الممنوع ولقاءات مع نجوم العمل أمينة وبشرة. الكواليس بتاعتنا ان انا شفتها وقعدت اتكلم معاها وقعدت ندي وناخد في مواضيع دي شخصيه يعني، وبعد كده اتقابلنا هنا كده بالصدفه يعني نتكلم في الفن. بنقول الحمد لله في حد بيكمله علشان حرام المسلسل كان خلص بنسبه 70%. لقاءات مع كوكبه كبيره من النجوم. احنا عاملين هنا المقر بتاع جمعيه الربيع اللي هي بتدور فيها اغلب احداث المسلسل يعني. كاتب الاستاذ محمد البسوسي واخراج الاستاذ محمد النجار، وفي كاست كبير جدا من النجوم. عين مع شيرين سليمان غدا 10:00 مساء على الحياه.